السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرسل لي أحد المشايخ هذا المقطع. الأصل يا إخواني عند الاستماع إلى كتاب الله سبحانه وتعالى أن تكسو الإنسان السكينة والوقار والخشوع، وليس أن يجلس الله كذا. هذا لم يتأثر بقرآن. الذي يتأثر بالقرآن لا يكون هذا تأثره، الذي يتأثر بالمقام وبالصوت، كالذين كانوا يجلسون عند المغنين والله يا ست وما بعرف إيش، فصاروا يفعلونها هكذا مع القراء. ليست هذه الطريقة الصحيحة لسماع كتاب الله سبحانه وتعالى.